السلام عليكم إخوتي الكرام، سوف أبدأ لكم ببعض أبين لكم بعض الأحجار الكريمة النادرة جدا المعروفة في العالم ومعروفة عند العرب وعند النصارى. وعند هذه الأحجار الكريمة منها نذكر منها على سبيل المثال هذا الزمرد، وكما تلاحظون له شوائب معروف إخوتي الكرام في شوائب، وهذا الزمرد نادر جدا، لدينا منه بعض الكمية معرضة للبيع. وعندنا زمردة كما تلاحظون فهي على شكل هرم، تلاحظون إخوتي الكرام، نعم على شكل هرم، نعم. وبعد مسبحة، بعد المسبحة كما تلاحظون إخوتي الكرام، فهذه المسبحة كما يسمونها كبد الحوت على شكل آخر، ها هي ثم تلاحظون فهي تسمى مسبحة كبد الحوت. وبعض الأحجار الكوامارين ها هي كما تلاحظون إخوتي الكرام، نعم إخوتي الكرام كما تلاحظون كوامارين، لدينا كمية من الكوامارين. وعندنا بعض الأحجار كريمة هي كذلك كريمة معروفة تستخرج من البحر، وهذه الأحجار إخوتي الكرام تسمى بأحجار اليسر، أحجار اليسر المعروف عند أهل الخبرة وأهل العلم، نعم. وعندنا بعد اللؤلؤ، سوف أريكم بعد أحجار كريمة من اللؤلؤ، نعم إخوتي الكرام ها هي، هذا لؤلؤ طبيعي، لؤلؤ طبيعي كما تلاحظون إخوتي الكرام، هذا اللؤلؤ لدينا عندنا أهمية، عندنا واحد كمية منه، هذا لؤلؤ على شكل بني، وهذا شكله كذلك كما تلاحظون إخوتي الكرام، نعم. وعندنا عود بعض الأحجار المعروفة النادرة جدا ما تسمى بعين النمر، نعم عين النمر، فهي سبحان الله العظيم على شكل عين النمر، نعم كما تلاحظون إخوتي الكرام. ولدينا مسبحة أخرى كما تلاحظون إخوتي الكرام، كما تلاحظون عندنا مسبحة أخرى، هذه من المرجان طبيعي، مسبحة من المرجان طبيعي، وهذه مسبحة من الأحجار الكريمة المعروفة كما تلاحظ ستشاهدون وتتعرفون عليها، نعم فهي نادرة جدا. نعم كما تلاحظون إخوتي الكرام هذه المسبحة، وتلاحظون عود مسبحة أخرى من حجر الملكوت كما يسمونه، أو الملكوت، أو نعم إخوتي الكرام سوف أقرب لكم الصورة لتطلعوا على حقيقة هذه الأحجار، سبحان الله كيف خلقها الله سبحانه وتعالى كما تلاحظون إخوتي الكرام، هي نادرة جدا معروفة، نعم. وعندنا حجر العقيق الأزرق، عقيق اليمني الأزرق النادر جدا 33 حبة، لمن يهمه الأرض أمر المرجو ترك رسالته على الهاتف، وسنرد عليه إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.